مريم بونجور، صباح الهنا ومبروك عليكي ومبروك علينا جميعا. وقبل ما نخش طبعا في اخبار النادي الاهلي، مهم ان احنا نعرف منك اتفرجتي على الماتش فين والاجواء كانت عامله ازاي، احكي لنا يعني، اتفضلي. بصبح عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، نصر وفوز جديد طبعا، يعني من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هنكون معاكم في جولة لأهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرق الرياضية المختلفة. خليني طبعا في الأول يا نهاوند طبعا أبارك لك يا كريم، وبارك لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان حول العالم طبعا بعد فوز النادي الأهلي الكبير امبارح طبعا أكيد على نادي سياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا. طبعا يعني أكيد يعني زي ما احنا شفنا هدف قفشه وكمان قضيه جديده. الحقيقه ان انا كنت موجوده امبارح هنا هوندو، كنا متواجدين اكيد طبعا شبكه مراسلين النادي الاهلي كانوا متواجدين بفروع النادي الاهلي المختلفه، انا كنت موجوده هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. كانت الحقيقه يعني سابق اكيد ماتش النادي الاهلي وسياتل ساوندرز، يعني الحقيقه استعدادات كبيره جدا من قبل اداره الامن واداره الخدمات. الحقيقه ان كل الناس كانت بذلت مجهود كبير جدا في التحضير لاستقبال جماهير النادي الاهلي او تحديدا اعضاء النادي الاهلي طبعا لمشاهده المباراه. والحقيقه ان انا قلت امبارح ان هم كانوا موجودين يعني قبل المباراه الحقيقه بحوالي 4 أو 5 ساعات، كانوا موجودين ايضا لمشاهده مباراه الوداد والهلال ايضا في نصف نهائي كاس العالم للانديه زي ما احنا شفنا امبارح طبعا، وتاهل الهلال لملاقات فلامينجو. الحقيقه ان احنا يعني امبارح كان في فرحه كبيره جدا يا نهواندو يا كريم بتعم على مقر النادي الاهلي بالجزيره، والحقيقه طبعا فرعي طبعا النوادي مدينه نصر والشيخ زايد، فرحة كبيره جدا. جماهير النادي الاهلي كانت مبسوطه جدا، كان الحقيقه كله يعني بيهتف باسم قفشه وبكل يعني لاعبي النادي الاهلي، كانوا شايفين ان رجل المباراه هو النادي الاهلي. ليه هو النادي الاهلي؟ لان هم شايفين ان كل لاعيبه النادي الاهلي كانت على قدر كبير جدا من المسؤوليه، وعلى الرغم من نادي سياتل ساوندر كان بالنسبه لهم شبه مجهول وكانت مباراه صعبه اكيد على المستوى الفني، ولكن الحقيقه ان هم قدروا ان هم يحرزوا الفوز. وده طبعا اكيد برده يعني ارجعوا الفضل لاكيد مستر مارسيل كولر المدير الفني لطبعا النادي الاهلي. والحقيقه ان انا زي ما انا قلت امبارح بعد احتفالنا وبعد طبعا القضيه الجديده لقفشه، الحقيقه ان النادي الاهلي لا يقبل الا بمواجهه الكبار، وعلشان كده هو كان الحقيقه مصمم ان هو يتاهل نصف نهائي كاس العالم للانديه علشان يواجه طبعا ريال مدريد بطل اوروبا يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله في تمام الساعه 9. ان شاء الله مفيش حاجه مستحيله، مفيش حاجه بعيده عن الاهلي، دايما معودنا ان هو على قدر كبير جدا من المسؤوليه، واحنا شايفين تألق النادي الأهلي خلال الفترة الماضية وتحديدا عقب تولي طبعا مستر مارسيل كولر طبعا للجهاز الفني، إن شاء الله يأدوا أداء رجولي حتى لو يعني الفوز لم يكن هو حليفه. ولكن الحقيقة إن احنا بالنسبة لنا مفيش مستحيل، احنا بنتمنى إن النادي الأهلي يفوز على نادي ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله، ونحتفل أيضا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وأيضا فرعي طبعا النادي سواء في مدينة نصر أو الشيخ زايد. خليني بقى انتقل لكل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي سواء الفرق الرياضيه المختلفه او ايضا انشطه اللجان. نبدا بالكره الطايره رجال، الحقيقه بعد فوزهم على نادي الزمالك يوم الخميس الماضي ده كان في ختام يعني الجوله 7 للدوري رجال. الحقيقه يعني كانت مباراه كبيره جدا اقيمت على صاله 3 باستاد القاهره. الحقيقه يعني رجال نادي الاهلي او الماسترز طبعا رجال الطايره ادوا اداء رجولي الحقيقه، وقدروا ان هم يفوزوا على نادي الزمالك بنتيجه 3-0. الحقيقه ان بعد هذه المباراه طبعا المفروض ان كان من الاول للرابع ومن الخامس للثامن الحقيقه ان هم يدخلوا في قرعه لتحديد طبعا مين هيواجه مين خلال نهائيات دوري طبعا الرجال او البلاي اوفز. الحقيقه ان اعلن الاتحاد طبعا الكره الطايره المصري عن يعني نهائيات البلاي اوفز او المرحله النهائيه لدوري رجال الكره الطايره. الحقيقه ان الاهلي هيواجه الطيران في دور الثمانيه بنظام بيست اوف 3، وكمان اعلن الاتحاد المصري للكره الطايره عن بطوله كاس السوبر المصري والمستحدثه واللي بتقام هذا الموسم للمره الاولى في تاريخ الكره الطايره المصريه. الحقيقه يعني نظام البطوله هيكون في فرق الاهلي او بتشارك فيه فرق الاهلي والزمالك والاتحاد السكندري وطلائع الجيش. يعني يمكن عايزه انوه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي عن مباريات او موعد مباريات النادي الاهلي في هذه المرحله. الحقيقه ان يوم الاربع يوم 8 فبراير الاهلي هيواجه الاتحاد السكندري في تمام الساعه 6 مساء، ثم يعني يوم 9 فبراير
هيواجه طلائع الجيش في تمام الساعة 4 مساء، و11 فبراير هيواجه نادي الزمالك في تمام الساعة 6 مساء. ننتقل بقى دلوقتي لرجال كرة السلة. الحقيقة طبعا أيضا بعد فوزهم على سموحة، ده طبعا في يعني الدور الترتيبي من الأول للثامن، الحقيقة برضو قدروا أن هم يحققوا فوز كبير جدا بنتيجة 74-54 في المباراة اللي أقيمت أول أمس الجمعة. الحقيقة أن هم برضو أدوا أداء رجولي وكبير جدا. الحقيقة أن دي هتكون المباراة الأخيرة زي ما احنا نوهنا خلال الفترة الماضية، هتكون المباراة الأخيرة في هذا الدور، وبعد كده هيكون في توقف دولي من يوم 3/2 حتى يوم 6 مارس المقبل، ده طبعا علشان تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم. والحقيقة يعني أن أكيد الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة أعلن عن القائمة يعني الحقيقة التمهيدية أو يعني القائمة المبدئية لكل أو لكل يعني لصفوف الفراعنة. الحقيقة أنه هو اختار 6 من لاعبي النادي الأهلي، الحقيقة السداسي النادي الأهلي: إيهاب أمين، سيف سمير، عمرو الجندي، عمر طارق، أحمد إسماعيل، كريم حاتم. يعني السداسي هينضم لقائمة منتخب مصر لتصفيات طبعا أفريقيا لكأس العالم، والحقيقة أن المعسكر هينطلق يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله. إن شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله يعني سداسي النادي الأهلي يأدوا أداء مشرف ورجولي زي ما احنا متعودين منهم دايما. أي يعني أي لاعبين من أي فريق في النادي الأهلي بينضموا للمنتخبات المصرية، الحقيقة أن هم بيأدوا أداء مشرف جدا وكبير جدا. سيدات نادي الأهلي بقى كمان يمكن فازوا على الشمس بنتيجة 22-21، ده طبعا في رابع جولات الدور الأول بالمرحلة الثانية، وكانوا فازوا طبعا في المرحلة الماضية طبعا على نادي الزمالك بنتيجة 23-21. حقيقة أن مباراة الأهلي والشمس أقيمت أمس على صالة الأمير عبد الله الفيصل، والحقيقة أن هم قدروا أن هم يأدوا أداء كبير جدا على الرغم من صعوبة المباراة. خلينا بقى نختم اخبارنا النهارده بانشطه اللجان ويعني لجنه ذوي الهمم بالتعاون طبعا مع اللجنه العليا للجان وتحت اشراف الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي. الحقيقه ان هي عامله نشاطات خلال الفتره المقبله، والحقيقه ان هي اعلنت عن تنظيم ورش للكورال كل يوم جمعه لمده 3 اشهر، وهتقام هذه الورش ان شاء الله طبعا لاعضاء النادي الاهلي من ذوي الهمم، هتكون في صاله راتب هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. الحقيقه ان هي بدات أول ورشة أو أول يوم يعني أول أمس الجمعة، وهتستمر لمدة 3 أشهر كل جمعة من كل أسبوع. طبعا دي كانت كل عناوين النهاردة وكل الأخبار اللي كانت معانا النهاردة المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة وأيضا أنشطة اللجان. بشكركم جدا، ببارك لكم مرة تانية، وإن شاء الله نكون موجودين معاكم الأسبوع المقبل وإحنا بنبارك على فوز النادي الأهلي على ريال مدريد. دايما هفضل أقول إن مفيش مستحيل أمام النادي الأهلي زي ما حقق الفوز امبارح، وزي ما وصل لكأس العالم للأندية 3 مرات على التوالي والتامنة في تاريخه، وقادر إن هو يحقق الفوز أيضا على نادي ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل. بشكركم جدا، كلمة ليكم مرة أخرى. أنا بتفق معاكي، وأعتقد كلنا بنتفق معاكي في النقطة الأخيرة اللي ذكرتيها مريم، مفيش حاجة أبدا مستحيلة، والنادي الأهلي لديه من البطولات والقدرات المختلفة اللي يقدر ويؤهله إن هو بإذن الله ممكن إن هو يعني يتخطى عثرة ريال مدريد، رغم كل الناس اللي ممكن تقول لك إيش جاب لجاب أو إيه الإمكانيات هنا والإمكانيات هنا وإيه التاريخ هنا والتاريخ هنا، مفيش حاجة مستحيلة.